سينيالو اولاد القحابه داك الشيء. نص مليون مغربي زامل، نص مليون مغربي ترانس، نص مليون مغربي ليزبيان. يا ولاد القحبات، يا ولاد القحبات، اش تقحبين؟ اش تقحبين يا ولاد القحاب؟ شوهتونا. انا كنحشم ندير لايف انستغرام، ملي كيجي ترانس كيطلع 80 الف مشاهده، ما كيطلعش حتى مايكل جاكسون. كون بقى في الحياه. يا ولاد القحبات، داك التقحبين سينالو ولاد القحبات، علاش كديروا الفولو للزوامل وداك ترانس؟ يا ولاد القحبات، الله يعاود الطبول امكم في هاد النهار. وهذوك القحاب ديال المغرب اللي كيطلعوا بوجههم، ملي كيطلعوا عندي كيخافوا، ملي كيطلعوا مع زامل ولا ترانس ما كيخافوش بنات القحبات. الله يعاود القحبات امكم، اللي صالح لكم غير تركيا. انا نقولها لكم، تركيا اللي صالحه القحبه يماكم، راه هبطوا. تركيا هي اللي صالحه، انا نقولها لكم، تركيا اللي صالحه القحاب نيشان. ودوك الزوامل ديال المغرب حتى هما نص مليون مغربي تابع زامل فولو في انستغرام، نص مليون مغربي. اش تقحبين اولاد القحبات؟ اش تقحبين؟ اش تشوها؟ اش تزبي؟ ملي كيطلع اللايف كيطلع عنده 80 الف مشاهده كيشوفوه، ما كينزلوش كاع، 80 الف كيتفرج في زامل. اش تقحبين اولاد القحبات؟ سينيالي وداك القحلاوي الله ينعل القحبه ديماكم اللي تابع داك الزامل سينيالي، راه كيشوف المغاربه. هاد 10 مليون مغربي زامل وليزبيان، الله ينعل طبوبن وطبون امكم، يلاه تقاولوا الله ينعل قحبات امكم. هذا الزبي ديال القلاوي واحد، فهمتي؟ دابا دخلوا سينياليو، الناس اللي عندهم الجروبات، الناس اللي عندهم الانستغرام عامر، دابا اينو دي سينيالي. بقى لينا حنا هذا الموسخ يا ولد القحبه، دير داكشي اللي تندير انا، ها دير داكشي اللي تندير انا يا ولد القحبه، يا الموسخ. نهار وماطر وانت تسب في المغرب والسويد، والسويد والخطوط الملكيه، ضرب الغبره، ما خليتي، ما سبيتي في سيدنا الله ينصرو، في سبيتي في البحموشي، سبيتي في البوليس، سبيتي في المغاربه والمغربيات كلهم قحاب. يا ولد القحبه حنا سكتنا لك، سكتنا لك، ولكن دابا جات الفرصه، البنات غتنوضوا كاملين تسينياليو دابا، واللي فاقت ولقات ستوري تنوض تسينيالي. البنات انا هاد ستوري غادي نخليه، ما غاديش دابا، ما غاديش ناس اصلا. يلا نوضوا سينيالي ودابا، سينيالي وديزابوناو من عنده دابا. 15000، ولكن غدا غندير لايف فيه 100000، 50000 نوض القحبات مو غدا، غدا انا نوريه سينيالي البنات. يلا توفيق، ميرسي توفيق. نقرا لي كومونتير، نقرا لي كومونتير، تيطلع البنات ويبقى يشوه فيهم. شيختي الحكومه، انا عمري ما طلعت البنات، انا ما نقدرش نطلع البنات، انا كنطلع الزوامل بالاراده ديالهم، فهمتي؟ عمري ما طلعت البنت، انا البنت كطلع تقول اختي تخباي، انا عمري ما نضر شي بنت، ولكن هما ناضوا ليا، هما واشباه الرجال ناضوا ليا، فهمتي؟ لا ما غاديش نعس، مازال الحال ما عندي ما يدار. نصير خلفه نسفي، هو نصير خلفه كنت فيغيفي او سيدي على قحبه تمو. شكرا بزاف بزاف، كنتمنى الناس اللي عندهم الكونتات عامرين والناس اللي كيبغيوني الله يرحم لكم والدين سينيالو. انا عمري ما قلت لكم سينيالو شي ولد القحبه، انا تنقول لكم غير زيدوا ليهم، زيدوا ليهم، زيدوا ليهم، ولكن هذا سينيالو. حموده فينك؟ اشرف فينك؟ الحكومه فينك؟ يلا عافاكم. ياسين توفيق، حمادي عبدالسلام، خديجه ربيع، لالا سعديه، لالا طامو، اشواق طالوني. حتى تسينيالي هذا نقول لك شنو واقع، هذا خصو يتسينيالا، هذا الموسخ، هذا الموسخ يتسينيالا دابا. سمح لي اخويا، التليفون ماشي ديالي، التليفون ديال البنت. سينيالي وهذا الكلب دابا، احنا معاك. سعد احمد، شكرا اختي. تخيلوا اخوتي قسما بالله، دخلت غد، دخلت عيني على من جات، على فيصل فجر، تصوروا فيصل فجر. بعدا شكرا بزاف اخويا، يعني الا كنت كنتابعك وكنشجعك وكتهزر على المغربيه، داكشي كان يعني كان في محله. شكرا اخويا. الامازيغي ديالنا مسكين دخل قال لي حشومه، قال لي عيب، قال لي تخيل لاعب وطني مرموق وراقي جدا انه يدخل على هذا الزبل ويقول لي حشومه.
حيث بدا كيعايرني المتحول الجنسي المغاربة ولا ذوك القحا وداك الشيء. فيصل الفجر مسكين تيكتب ليه غير حشومة عيب حشومة عيب وداك الشيء. هذا كيبين على النبل والأخلاق ديال داك السيد وداك اللاعب الوطني ديالنا. الله يرحم لك الوالدي من هذا المنبر اخويا. انا عارفك يمكن ما كتعرفنيش اخويا فيصل، ولكن انت غير ملي بدا كيسب عليا لاني متحول وان المغاربه وداك الشيء ما كترضاش، لانه اخويا بيان سيو انت واحد الانسان متفتح، واحد الانسان راقي، واحد الانسان فايف ستار، فكيفاش غتواصل انت مع هاد بوزبال؟ المهم يلا البنات، انا اليوم غادي نوصل، ما عندي ما يدار، ما عندي ما يدار، سنطلع شي واحد، طلع شي واحد عندي ميت درخت اليوم. انا ما غنش يلا ما غنش بالي بالي زعما الراجل زفيان يلا تزكيك وي عندنا انا زكيك شنو غي يعرف زعما ما نعرف يلا شكون غنطلع صباح الخير سكينه ماليزيا سينيالي هذا سينيالي هذا بين عاد فقتي انا قلب هنا باش يبان لك سكينة ماليزيا لفقتي انت في ماليزيا صوفيا راه ما غاديش يطول هاد الخنز بيان سو ما غاديش يطول لان الكونت ديالو ماشي فيغيفيي وخصو يتسينيالا طابوشيا ديري سكرين البروفيل وحطيه وقولو ماكسيموم تسينيال تسنى ندير حتى انا نسيت ما درتها تسنى دابا مريم مريم اجي عافاك ديري كابتشر هاد التصوير وصيفطيها ليا باش نحطها عندي في ستوري كلشي حط في ستوريات الحكومه شكرا حبيبتي حطي انت الاولى الحكومه في ستوري الله يرحمك الوالدين 16000 اسماء حشومه عليك راه انت بنت زعما وكان غير قالها واحد سميتو بحال الراجل نقول له اخويا كي راه انت بنت اسماء يلا الواب حطوا صيفطوا لي دير لي كابتشر وصيفطوا لي في الواتساب يلا البنات عافاكم سينالوا عليا الزبل دابا البنات سينيالي وحطو عندكم في ستوري ما غتخسروا والو ما غاديش نجاوبك على الوسخ عرفتي سب سيدو تيسب في المغرب اكيد ويلي صوفيا مالك عاد دخلت غتسينيالي داك الكونت اللي غتلقاي دابا في لي كومونتير حطيتو حتى انا غنحطو تسنى غير توصلني التصويره يلا اشرف برافو اشرف اشرف ولكن قبل ما تسينيالي حطو عندك في ستوري قول لهم يسينيالي وانت وحموده والحكومه يلا البنات يلا 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 فيقوا فيقوا ما عندنا ما يدار فيقوا صافي شكرا اخويا شكرا يلا شوفوا نشوفوا يا الموسخ شكون اللي غادي سينيالي لي اخر شكون الكونت غيمشي واش الكونت ديالي لي فيغيفي لي فيغيفي واخا تبقى تسينيالي من هنا حتى العام الجاي ولا الكونت ديالك يلا قول لي كون كان يا الموسخ غادي يطيحوا كونت فيغيفيي وكان طيحوا هذاك اللي في فرنسا قال لهم نديروا التجارب على الناس في افريقيا باش عايرنا حنايا الافارقه ونادوا الافارقه داروا السينيال داروا المغرب العربي دار السينيال الناس اللي متعاطفين مع الافارقه في العالم داروا السينيال وشنو كانت عنده 41 ولات عنده دابا 60 كا كونت فيغيفيي حبيبه كونت فيغيفيي الا ما داتش ما كينقش واخا تبقى تسينيالي 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 في الاخر تجلس على هذا ها اللي ما غاتجلس على هذا اشنو غادي تسينيالي سينيالي هذا اشرف عيط الحمودة قولها قولها تجي اللايف